عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الاسلاميه، استاذ الشريعه والقانون. دكتور مساء الخير، مساء واهلا الخير يا بحضرتك. دكتور. اهلا بيك واهلا بالضيفه العزيزه الدكتوره انجي، واهلا بالمشاهدين الكرام، واهلا بال اهلا حضرتك، حضرتك منورنا. أهلا لحضرتك بيك. كل التحيه أهلا يا جميعا. دكتور، نعم. ويا ريت حضرتك برضو نسمع من حضرتك بقى ونعرف الساده المشاهدين ونستفيد من علم وخبره حضرتك، ما هو حق الكد والسعايه؟ هي فكرة الكد والسعاية ليست فكرة حديثة، وإنما هي فكرة مطروقة منذ ما يزيد على قرنين من الزمان. ولما تدارسنا هذه الفكرة وجدنا أن كثير من دول العالم بيأخذ بيها، يعني غرب إفريقيا، شمال إفريقيا، المغرب موجودة فعلا، الدول الأوروبية، دول شرق آسيا بتأخذ بهذه الفكرة. فكثير من دول العالم بتأخذ بهذه الفكرة، وهي فعلا بتقوم على فكرة العدالة في الحياة المادية بين الزوج والزوجة، لأن الزوجة دورها في التنمية الاقتصادية لا يمكن أن ينكره أحد، حتى لو لم تكن الزوجة بتعمل فهي في مع الرجل في بيته وفي أسرته، بتكفيه مثلا عناء رعاية الأولاد، بتكفيه عناء الاهتمام بالبيت. فهو لما بيرجع بيته بيرجع يجد فيه الطمأنينة، بيجد فيه الراحة، حتى يستطيع أن يفكر وأن ينطلق إلى عمله وإلى استثماراته من بيئة آمنة وجو آمن. فهي لا شك حتى ولو لم تكن تعمل عملا مباشر لها دخل كبير في تكوين الثروة التي يحققها الزوج، ده شيء لا يجوز إنكاره. وكثير من الذين انطلقوا اقتصاديا ما كان لهم أن يحققوا ما حققوا إلا لأن وراءهم زوجات وفرنا لهم هذا الجو. ذلك إذا لم تكن الزوجة بتعمل أو لها أموال بتستثمر مع الزوج أو لها شركات أو غير ذلك من الأمور التي تساهم في تنمية ثروة الزوج. فالفكرة قائمة على اقتسام الحقوق المالية مناصفة بين الزوجين، وهي فكرة بتقوم على مبدأ العدالة وبتعالج حالة، لأن إذا اتفق الزوج مع زوجته على أن يأخذ كل واحد منهما نصف ما يطرقه الآخر أو نصف ثروة الآخر، الاتفاق بيعتبر اتفاق شرعي وصحيح ولا شيء فيه. فإذا لم يتفقا ولا جاءت إلى القضاء لتطالب بحقها، هنا بتأتي فكرة العدالة، العدالة اللي هي التوافق بين الغرم والغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغرم بالغنم. ودي قاعدة شرعية وقاعدة فقهية معمول بها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن المغارم لابد أن تقابلها أن يقابلها مغاني. فهي من منطلق هذه القاعدة، ومن منطلق قاعدة أن من قدم شيئا لابد أن يجني ثمرته، وقد قدمت الزوجة من وقتها ومن أعصابها ومن عملها ما ومن مالها أيضا ما لا يمكن إنكاره في تنمية الثروة التي حققها الزوج، يبقى من حقها أن تأخذ نصيبها من هذه الثروة. هذه فكرة بتقوم على فكرة العدالة المستندة إلى قاعدة فقهية تقرر أن المغارم لابد أن يقابلها مغانم، وأن الغرم بالغنم، وهي لا شك أنها قاعدة عادلة وتجد سند لها التشريع الإسلامي، بدليل أن الله تبارك وتعالى بدليل إن الاتفاق على يعني هذه المسألة اتفاق صحيح وشرعي، ولو كانت محرمة ما كان الاتفاق عليها واردا أو جائزا. فهي هي يعني قاعدة جيدة وقاعدة تحقق العدالة بين الزوج والزوجة، وتعيد للزوجة الحقيقة حقها يعني في الحياة وحقها في الأمن الاقتصادي، وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. فأنا مع هذه القاعدة، وأنا مع فضيلة الإمام الأكبر في ما قرره من هذا الأمر، وأؤيده تأييدا تاما في هذا الموضوع. وأذكر أن المسألة دي كانت في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة 23، وأنا أشرف بأنني منتخب في هذا المجمع عن مصر، عن مجمع البحوث الإسلامية، فأنا عضو فيه بهذه الصفة.
كان هذا المحور أنا رئيسه في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وقدمت فيه بحوث من 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 أكثر من 20 دولة ومن 20 عالم وفقيه من كبار فقهاء العالم الإسلامي. بعضهم انتهى إلى تأييد هذه الفكرة، وبعضهم قال لا، ده الميراث بقواعد الميراث بتغني. لكن المسألة في حد ذاتها يعني أصبحت مطروقة في العالم الإسلامي وعلى مستوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وأصبح للفكرة وجود وحيثية، وفيها بحوث مقدمة ومؤيدة لهذه الفكرة. وأذكر من الذين أيدوا هذه الفكرة وتحمسوا لها مفتي تونس في وقت انعقاد هذه الدورة، وكثير من علماء العالم الإسلامي، وأبرزوا حقيقة هذه القاعدة والاستدلال الشرعي عليها، وإن كثير من الدول بتطبق هذه القاعدة، وخاصة دول غرب إفريقيا، مع دول غرب إفريقيا المسلمون فيها يعني يميلون إلى التشدد في في التمسك بالأحكام الشرعية، وكذلك أيضا شمال إفريقيا اللي هي دول الشمال، تونس، الجزائر، المغرب، الدول الأوروبية، كثير من الدول كما قلت بتطبق هذه القاعدة. فالحقيقة هي لها وجود ولها هي قاعدة مهمة يا دكتور، والمهم بس إن احنا نفهمها صح، لأنه ناس كثيرة للأسف فاهمة الموضوع على علته كده، إنه يعني الست في كل الأحوال هتاخد النصف. فحضرتك وضحت لنا ده دلوقتي، وانه ليه اسس. احنا بنشكر حضرتك دكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الاسلاميه واستاذ الشريعه والقانون. الحقيقه يعني كان برضو مهم ان احنا نسمع من الدكتور عبد الله علشان يكون الحوار كامل متكامل من كل الاوجه المختلفه. ده حقيقي.